ما يزال أداء مناسك العمرة متوقف للموسم الثاني على التوالي بعد أن فرضت جائحة كورونا قيود مشددة على إجراءات السفر، فيما لا تزال أزيد من 400 وكالة سياحة وأسفار تنتظر استئناف النشاط وفتح المجال الجوي. خطوط النقل الجوي أو شركات النقل البحري أو النشاط البري، عندما نستعرض هذا التوقف أكيد هذا الأمر أثر كثير على 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 على, على النشاط العمرة. أمر فتح هذا الأمر أو هذا النشاط بيد أيضا وكما هو معروف بيد السلطات الرسمية. وكالات السياحة والأسفار وقصد البحث عن حلول استدراك انعكاسات كورونا على نشاطها قدمت جملة من المطالب والمقترحات. جل وكالات ناشطة في مجال العمرة لم تسترجع حقوقها لدى شركات الطيران، ومما يجعلها في وضع يعني هي في وضع إفلاس. وتخيلي يعني زبون لما يروح الوكالة يلقاها غالقة وما يلقاش ما يلقاش ما يلقاش دراهمه. بين الاقتراحات اللي قدمتها الوكالات للديوان الوطني للحج والعمرة مثلا، هو إعطاء الفرصة للوكالات التي تملك الخبرة لتنظيم عملية الحج مستقبلا. في انتظار الضوء الأخضر من قبل السلطات لاستئناف الرحلات، ما تزال وكالات السفر تبحث عن بدائل لإنعاش نشاطها من خلال الترويج للسياحة الداخلية على أمل أن تنتهي الجائحة قريباً.